أستاذ جمال، كنا نهينا بملف كرة اليد، وإن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا القومي لكرة اليد في كأس العالم. خلينا نروح بقى للدوري. الدوري أعتقد فيه بعض النتائج اللي مش هقول مفاجأة بقدر إنها كان ليها توابع كتيرة جدا جدا. الأسبوع 25 بيشهد بعض النتائج مش الغريبة لكن غير المتوقعة. خلينا نقول جدول الدوري بدأ إلى حد كبير، ممكن نتكلم على 4-5 فرق ممكن يكون عندهم مشكلة في الهبوط، ونتكلم كمان على الجزء التوب 5 أو التوب 4 ده ما بنتكلم على الجدول الدوري العام. تمام. إيه شايف الأسبوع 25 إزاي؟ شوف طبعا هو زي ما حضرتك قلت إنه هو في نتائج بدأت ترسم الشكل اللي نقدر نتكلم فيه بمنتهى الوضوح. يعني انت عندك طبعا لسه النادي الاهلي هيلعب بكره ان شاء الله مع حرس الحدود، بس الاهلي احنا عارفين ان هو في مكانه لوحده، يعني زي ما بيقولوا بيغرد على القمه، بعيد قوي عن باقي الفرق. عندك بعد كده يمكن الهزيمه بيراميدز مباراتين متتاليتين دي بتفتح الفرصه قدام نادي الزمالك للمركز الثاني اللي هو يعتبر في الوقت الحالي اعتقد ده الشغل اللي بيشتغل عليه نادي الزمالك. اكيد التارجت بتاعه اللي هو المركز الثاني، التارجت بتاعه يعني. عشان افريقيا في بعد كده عندك بيراميدز وعندك المقاولين العرب لسه ما لعبش. بيراميدز اتغلب النهارده الهزيمه الثانيه بعد هزيمته من الزمالك، اتغلب من الجونه 2-1، والحقيقه برضو الجونه قدم مباراه جيده جدا. النهارده كان في نتيجه طيبه ايضا للانتاج الحربي، كسب 3-0. امبارح يمكن الاسبوع كان بادئ اسوان وسموحه 3-3، ده اللي هو تسبب في استقاله الكابتن حماده صدقي. وانا ما اعرفش ليه بصراحه، لانه بالظبط يعني انا سمعت ان كان خبر غريب جدا. لكن زي ما بقول لك هو في بعض الماتشات في الاسبوع ال 24 وال 25 كان ليها توابع فنيه، يعني بعد هزيمه الاسماعيلي 4 بالزبط. من المقصه كان ماشي، لكن الاسماعيلي عنده مشكله حقيقيه ده يعني حقيقي. لكن سموحه تعادل مع اسوان، لا الاسماعيلي وضع مختلف، والمصري قبل كده صحيح وضع مختلف، لانه الفريقين دول فريقين جماهيريين وابتدت نتائجهم تتدهور بشكل كبير جدا، و يعني بقى فيه خطوره يعني حقيقي. طبعا المصري النهارده تعادل 1-1 مع انبي الزمالك كسب طلائع الجيش فتقدم شويه او اكد نفسه في المركز الثاني. بالنسبه للهبوط في فرق بقت فرق كبيره موجوده، يعني هناخدهم كده طنطا اخر الفرق اللي موجوده تحت يعني اخر ترتيب صحيح. عندك نادي مصر قبله، في المصري البورسعيدي او المصري يعني، وعندك كمان في فرق قريبه قوي يعني الاسماعيلي في موقف خطر صحيح. رغم ان هو شكليا يبدو بعيد، انما الفرق 3 نقط 4 نقط، يعني برضو في موقف صعب. يعني انا بتكلم كمان يا استاذ جمال ان يعني لو شفنا جدول الدوري من بدايه عوده المسابقه لا في فرق مثلا زي الجونه بدا تشتغل بشكل كويس قوي. الجونه دلوقتي بعد فوزها النهارده على بيراميدز الجونه في المركز التاسع. انت بتتكلم كانت موجوده في المركز ال 13. عندك فرقه مثلا زي شويه طلائع الجيش بدا شويه يطلع لقدام رغم هزيمته النهارده. يعني وعلى فكره طلائع الجيش النهارده لعب ماتش كويس قوي. طلائع الجيش ده حقيقي فعلا، يعني رغم الهزيمه انما واضح جدا انه في شغل كابتن عبد الحميد بسيوني عامل شغل كويس قوي معاهم. وكمان يعني المقص برضو كان في فتره من الفترات كان في المركز ال 15 او 16. النهارده بتتكلم المقص في المركز العاشر ففي فرق، ولكن زي ما انت بتقول فرق كمان اسمائها كبيره جدا. المصري في المصري يمكن من اخطر المواقف، ممكن يعني يلحق نفسه شويه، لكن الامور في وجهه نظري هتبقى صعبه جدا على طنطا واف سي مصر. دول يمكن يعني الكره فيها كل حاجه، لكن ممكن لكن هم دول الاقرب حاليا بالارقام، الاقرب لمساله الهبوط
وان كان زي ما حضرتك قلت احنا لسه قدامنا برضو مباريات ما حدش عارف الظروف ايه يعني. وارد كل حاجه تحصل، انما هم اقرب يعني. مباريات بكره ان شاء الله، في مباراه طبعا بكره النادي الاهلي طبعا هيلاعب حرس الحدود. بنتكلم على الاتحاد السكندري ان شاء الله بكره هيلاعب مصر المقاصه، دي المباراه ان شاء الله الساعه 3:30 بدايه الاسبوع، والاسماعيلي مع نادي مصر، مصر وادي دجله مع المقاولين العرب، وان شاء الله الساعه 8:30 حرس الحدود مع النادي الاهلي. شايف برضو المباريات الاربعه بكره ناخدها سريعا كده، مباراه الاتحاد يعني ومصر المقاصه. كل المباريات طبعا يا كابتن دلوقتي نتائجها مهمه طبعا. يعني اي فريق النهارده يهمه ان هو ياخد الثلاث نقاط. يعني انت عندك الاتحاد، الاتحاد السكندري حاليا في المركز، الاتحاد فوق في المركز الخامس، فهو عايز يحقق نتيجه كويسه برضو تساعده في انه يكون موجود يخش في المربع الكونفدراليه طبعا. فده مهم قوي يعني النتيجه بالنسبه له. بالنسبه لمصر المقاصه هي النتيجه لها اهميه اكبر، يعني هتبقى مباراه اعتقد انها مباراه يعني مباراه كاس يعني. مباراه كؤوس يعني، الاثنين وخاصه عندهم الدوافع يعني. بالظبط بالظبط، مع اختلاف الدوافع دي الاسماعيلي طبعا ونادي مصر طبعا. الاسماعيلي زي ما احنا بنقول بيحتاج الى، مع احترامنا يعني النادي مصر طبعا، انما الاسماعيلي بيحتاج الى الفوز في هذه المباراه عشان يبتدي يخرج من يعني الازمه اللي هو فيها دي مهمه قوي يعني. يعني محتاج فوز على المستوى الفني، فوز يزقه شويه في جدول الدوري، وعلى المستوى المعنوي كمان طبعا اللعيبه ترجع لها الثقه طبعا. برضو الصراع بين وادي دجله والمقاولين العرب دي هتبقى مباراه حلوه برضو فنيا يعني، جدا، لان وادي دجله برضو عنده الدوافع اللي تخليه ان هو عاوز يكسب عشان يبعد. في مواجهه فريق المقاولين العرب احد فرق المقدمه او القمه، اللي هو بيحاول برضو او بينافس على انه يلعب على المركز الثاني. صحيح، مش هقول الثالث ولا لا، ده المركز الثاني بينافس عليه. المقاولين العرب مع طبعا مع النحاس عاملين شغل كويس قوي، وادي دجله كمان رغم هزيمته من النادي الاهلي لكن قدم مباراه محترمه. خلينا نتكلم برضو وادي دجله من الفرق اللي بتقدم كوره حلوه والنتائج بدات تتحسن، وممكن يبقى النتائج جايه بالنسبه له. يعني وادي دجله عودنا خلال السنين اللي فاتت ان هو ممكن يتعثر، يعني كان في موسم يكاد يكون هيهبط ده يعني، ده حقيقي، واخد بالك، ومع ذلك قدر ان هو يحسن وضعه في الجدول في المباريات الاخيره. احنا برضو بنتكلم من الحاجات المهمه جدا واللي شفناها في الفتره الاخيره، ان في مدربين ظهروا بمستوى اكتر من رائع يعني. لو بيتكلمنا مثلا على طلع الجيش حميد بسيوني ماشي بشكل كويس، لكن نتكلم كمان على احمد كشري من المدربين اللي عملوا شغل كويس جدا جدا مع نادي اسوان. نتيجه كويسه، لا طبعا نتيجه حلوه جدا، اسوان بيتعادل مع سموحه 3-3. بدا اسوان يبقى له يعني توجهات او انياب هجوميه، عاوز يعني مش مستسلم لانه هو خلاص ما عنديش فرص في البقاء. وعلى فكره ده المطلوب جدا يا كابتن هاني في الفتره اللي جايه، المباريات اللي جايه اللي متبقيه في الدوري ممكن تقلب من حال لحال.